اليوم بنلعب بطن صباح عشان نصور لكم التمارين اللي نسويها. هذا التمرين نلعب 4 جلسات من 50 عدة. هذا ثاني تمرين 4 جلسات من 20 عدة. التمرين هذا ساس أسفل البطن. هذا تمرين كرنش مهم علشان الجزء العلوي من البطن، تبغى بطن مقسم زي كذا. ما شاء الله، جيب واحدة جيب واحدة جيب واحدة. تمت البهدلة بنجاح. هذا تمرين جوانب، ركز على الجانب. 4 جلسات من كم عدة؟ خلصنا تمرين، الحين نروح لأشغالنا. مرنا بدري اليوم، في اليوم عندنا تصوير في مطعم. هذا اللي يقول ما يقدر يتحمل أكل، نوريكم حنا وش نشوف. تقدرون الواحد تعرفون ليش قبل التصوير. الحين رايح أفراد وكافيه أخذ من عنده شاهي، مو بصاحي بركمية. الحين قلت لكم الحين بنوريكم كيف نصور أكل، شوفوا كمية العذاب اللي احنا نتعب احنا نتفرج في الأشياء. طبعا هذا ستين كامل، سوي السالفة كلها عشان